نكمل في السوبر ماركت. سوري الفيديو قطع. هنا انواع زبادي. ده النوع اللي انا عايزاه. 5% فيج. الزبادي دي حلوة قوي. انا بحطها لشعري بصراحة، مش باكلها، بس it's really good سواء للأكل او للشعر. الألبان طبعا، يعني الواحد ما ينكرش ان كل حاجة هنا نظيفة قوي قوي قوي، بس مش معنى انها نظيفة انها صحية، لان هنا في امريكا كل حاجة نظيفة عشان القوانين وكده، بس مش معنى انها صحية لان هنا بيستخدموا، لان الجريد اللي هو الطمع بيستخدموا حاجات كتيرة قوي فيها هرمونات، والناس عرفت وبطلت تشتريها، بالذات في اللحوم والأجز والألبان. أنا محتاجة أشتري لبن. أنا يا جماعة فيجيتيريان بقالي 6 7 سنين تقريبا، فبشرب ألمون ميلك، بشربش لبن حليب. ففي هنا ألمون ميلك أنسويتنر سوي. لا ده أحلى، ده بالفانيلا، دي طعمه أحلى. أنا شايفة إن أنا حياتي اتحسنت من ساعة ما بقيت فيجيتيريان يعني. فاللبن هنا مثلا ده من الألمود، مش لبن حليب يعني. وكل أغلبية الناس هنا لما شافوا الأنيمال أبيوز، تعذيب الحيوانات عشان اللبن وكده، بقوا فيجيتيريان. ولدرجة إن في مزارع ألبان كتير قوي قفلوها، لأن محدش بيشتري لبن anymore، بالذات في كاليفورنيا. ساسج. احنا جينا هنا. نروح قدام شوية. طبعا حاجات العيد بقى والحلويات وكده ابتدت تظهر عشان الكريسماس جاي وثانكس جيفن الشهر ده، خلال اسبوع هيبقى العيد. ايه تاني؟ دريم شوكليت بقى هتبقى في كل حته وكده. مأساة، مأساة فعلا. الأكل الكتير ده مشكلة. الحاجات دي بتظهر على العيد بس، زي دي زي الشمبانيا بس من غير الكحول، يعني طعمها حلو قوي، بس مشكلة فيها سكر كتير يعني. Where we going؟ هنا برضو عرفوا كل الأكلات العربية تقريبا يعني. هوريكوا حاجة مثلا، فاكرين ناس فاكرة في أمريكا مفيش الحاجات دي، أو كل ده مخلل مثلا، كل أنواع المخلل، مخلل مشرومز، كيبرز، أرتيتشوك، كل أنواع المخلل بياكلوها هنا، فالناس عارفة يعني مخلل هنا، وبياكلوا بامية كمان، بامية مخللة. what else؟ We need what else. هنا برضو يعني عشان هول فود وكده، دلوقتي الحاجات اللي هي اللاندري مش من غير ريحة، دي الماركة اللي انا بشتريها ميرز، دي كلها لاندري من غير ريحة، من غير المواد الصناعية اللي بيبقى فيها ريحة دي، وبتبقى اكتر هيلثي، لان الهدوم دي لما بنلبسها بنشم الكيميكال ده. الحاجات دي من غير كيميكال، هي طبعا كل حاجة ضعف السعر العادي علشان اورجانيك وكده، بس طبعا الواحد بيوفر ان هو يدفع اكتر بقى احسن ما يعيا يعني. هنا كل هومير، كل ده شاور جيل، لا ده ديش سوب بس منه شاور جيل، برضو من حاجات طبيعية اورجانيك، مش كله كيميكال which is bad يعني. حتى اكل الحيوانات هنا، اشتري الحاجة للكلب بتاعي، اشتري له شوية اهو. هنا الاكل برضو للحيوانات بيبقى اورجانيك عشان الكلاب بتاعي برضو. هنا كمان ممنوع الشنط البلاستيك، كل واحد ليه الشنطة بتاعته. دي الشنطة بتاعتي، اوريها لكم، شنطة اللي هي الجروسري، علشان ما ينفعش اشيل شنط بلاستيك. It's not right. مخلل.
الحياة هنا عبارة عن مخلل، كلها مخلل، معرفش ايه ليه كده. نروح السي فود، حتى السي فود خلوه مزارع، يعني ملوش طعم. سردين هاي فروزن from Spain، اهو ده مثلا Mediterranean، ادام from Spain يعني مش فارمز، بس بيقولوا لو حاجة فارمز بيقولوها انها فارمز، مش بيضحكوا على الناس يعني. fresh whole bronzino farms so I'm not gonna buy any farms. واحد مش ناقص octopus whole octopus، لان ممكن الاكتوبس ده طعمه حلو قوي، لا بس في المطاعم المكسيكي بس بيعرفوا يطبخوا حلو، وانا كنت خايف اكله بس لما اكلته فرح حلو قوي يعني. في اسكندريه عمري ما اكلت اكتوبس، مع ان انا اسكندرانيه، بس ما حصلتش ان انا كنت بشوف اكتوبس بيتباع ويعني سهل ان الواحد يشتريه. anyway دي كانت جوله في هول فود كاليفورنيا، ونشوف الناس عايشه ازاي، تاكل ازاي، تشرب ازاي. الورد، نروح عند الورد بقى، نختم الفيديو بشويه ورد. انا بهدي كل السبسكرايبر بتوعي اللي بيدعموني ورد، انا بشوف تعليقاتهم، بديهم ورد احمر عبر النت وورد ابيض. وثانك يو اول انكم بتشجعوني، بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، بتعملي لايكس، ف I give you some roses. Thank you all for watching and see you soon.